بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي سنوات الثانية ثانوي، مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات. ما زلنا مع متابعة حل المسألة. إذن وصلنا في الفيديو السابق إلى السؤال الرابع. يقول سؤال رابع: عين حسب قيم x إشارة f لx على r، ثم استنتج حلول المتراجحة f لx أكبر تماما من الصفر. إذن أولا نبدأ بالشطر الأول الذي يقول عين قيم x، عين حسب قيم x إشارة f لx على r، يعني من ناقص ما النهاية لزايد ما النهاية. لاحظوا معايا المنحنى البياني هو هذا المنحنى. إذا قلت مجموعة التعريف هي ناقص ما النهاية زايد ما النهاية. إذا ما هي إشارة f لx؟ طبعا إشارة f لx يعني لها علاقة بالمنحنى. إذا كان المنحنى أولا المنحنى فوق، دائما منحنى فوق محور الفواصل، محور الفواصل هو هذا المحور، هذا هو محور الفواصل. المنحنى كي يكون فوق راح يكون تكون إشارة f لx أكبر تماما من الصفر. لماذا؟ راح نشرح لكم لماذا. لاحظوا معي هنا أين يقع، أين يكون المنحنى فوق؟ يكون المنحنى فوق في هذا المجال، يعني من ناقص من النهاية لناقص واحد، زائد ثاني يكون من اثنين إلى زائد ما النهاية. المنحنى راحكم تلاحظوه أنه فوق محور الفواصل. ما معنى إشارة f لx موجبة؟ يعني أي نقطة تدوها على المنحنى في هذا المجال، مثلا دي من هنايا، أي نقطة، أي نقطة تحبوها، مثلا هنا بين 2 و 3، 2.5، اي فاصله راح كي نسقطها على المنحنى راح تكون الترتيبه تاعها قيمه موجبه، يعني اف لي اكس تاعها موجبه. اي قيمه يعني تكون في 2 زائد ما النهايه، اي نقطه تقع على المنحنى نلاحظ ان اف لي اكس تاعها موجبه، يعني تطيح مثلا هنا بين 2 و 3، 2.5، اي نقطه، اي نقطه تحبوها طبعا من 2 زائد ما النهاية. نفس الشيء على المجال، ناقص ما النهاية ناقص واحد، أي نقطة تقع على المنحنى مثلا هذه النقطة لو نسقطها على محور التراتيب راح تكون f لي x تاعها، يعني الصورة تاعها موجبة. هذا معناتها إشارة f لي x. إذا متى تكون f لي x موجبة؟ راح تكون من ناقص ما النهاية لواحد، ناقص واحد عفوا، اتحاد 2 زائد ما النهاية. الآن ما معنى f لي x أصغر تماما من الصفر؟ f لي x أصغر تماما من الصفر لازم هذه تعرفوها وتحفظوها وتفهموها، يعني ذلك أن المنحنى البياني راح يقع الآن تحت محور الفواصل. إذا لاحظوا معي هذا هو محور الفواصل، المنحنى راح يكون تحت محور الفواصل. الآن أي نقطة نديها على المنحنى نلاحظ مثلا لو كان ندي النقطة هذه راح تكون الترتيبة تاعها سالبة، أي نقطة. إذا نقول على المجال ناقص واحد اثنين، المنحنى تحت محور الفواصل، يعني ذلك أن f لي x أصغر تماما من الصفر. الآن متى تكون تساوي صفر؟ شفناها من قبل، تكون تساوي صفر عند الفاصلة، عند النقط ذات الفاصلة ناقص واحد واثنين. إذا راح نكتب جدول، نرسم لكم جدول. إذا كتبت لكم كل المعلومات. متى تكون f لي x أكبر تماما من الصفر؟ يعني المنحنى سي اف يقع فوق محور الفواصل. f لي x أقل تماما من الصفر، يعني المنحنى تشوفوه يقع تحت محور الفواصل. متى يساوي صفر؟ إذا كان المنحنى سي اف يقطع محور الفواصل. قلنا أن من ناقص ما النهاية، وش قلنا؟ من ناقص ما النهاية إلى غاية ناقص واحد نكتب كامل المجال 2 زائد ما النهاية. وش قلنا؟ قلنا على المجال ناقص ما النهاية ناقص واحد واثنين زائد ما النهاية كيف يكون f لي x؟ قلنا أنه يكون موجب. ثم عرفنا أن عند الفاصلة ناقص واحد والفاصلة اثنين f لي x تنعدم. ثم بين المجال ناقص، على المجال ناقص واحد اثنين راح تكون f لي x تاعي سالبة. أتمنى فقط أن يكون الأمر واضح بالنسبة لكم جميعا. نتابع السؤال الذي يليه.
طبعا يقول استنتج حلول المترجحة f لي x أكبر من الصفر. إذا أين تكون f لي x أكبر تماما من الصفر؟ لاحظوا معايا أكبر تماما. نعم، إذا كيف نستنتج؟ راح نقول حلول، نكتب حلول المتراجحة f لي x أكبر تماما من الصفر من الجدول. طبعا نستنتج من جدول الإشارة، نقول متى تكون f لي x أصغر تماما، يعني لا تساوي صفر، ما ندخلش المجال تكون مفتوحة. إذا راح تكون الحلول هي s تساوي من ناقص ما لا نهاية. طبعا الناقص واحد مفتوح، لماذا مفتوح؟ لأن هنا ما كاش أو يساوي. اتحاد من اثنين مفتوح أيضا، لأن ما عنديش أو يساوي صفر، اتحاد اثنين زائد ما النهاية. إذا في هذا المجال تكون أفلي إكس أكبر من صفر، وفي هذا المجال أيضا. إذا نديروا الاتحاد تاعهم. نتابع السؤال الذي يليه. ركزوا معي، السؤال الخامس يقول باستعمال السؤال الأول. أين هو السؤال الأول؟ لاحظوا السؤال الأول يقول عين أف لي صفر، أف لي ناقص واحد، أف لي واحد، وأف تحالي واحد، وأف تحالي صفر. إذا لقينا هذه القيم. إذا يقول باستعمال السؤال هذا عين العددين ب و س، حيث إحنا عرفنا أن أف لي إكس تاعي تساوي إكس مكعب زائد ب لي إكس زائد س. بالنسبة لإيجاد عبارة أف لي إكس بدلالة أ و ب، لاحظوا معايا، إذا نسحق كم معادلة نسحقها؟ نسحق معادلتين فقط. لماذا؟ لأن كاين مجهولين اثنين. إذا إحنا عندنا من السؤال الأول حسبنا صورة الصفر، قلنا أنها تساوي ناقص اثنين، وشفنا أيضا أن صورة ناقص واحد بالدالة أف تساوي الصفر. إذا يكفي أن أستعمل معادلتين هذو. انتم حبيتوا تستعملوا معادلتين غير هذه المعادلتين، ممكن مثلا تستعملوا اف لي واحد، او المعادلة الثانية اف فتحة لي واحد، كما حبيتوا. انا اخترت معادلتين هذه. اذا هذه تكافي. اف لي صفر تساوي ناقص واحد، ناقص اثنين. مش معناتها نعوض الصفر، نعوض اكس بصفر، اكس مكعب زائد ب في صفر زائد سي تساوي ناقص اثنين. إذا مباشرة نستنتج أن س تساوي ناقص 2. ثم بعد ذلك المعادلة الثانية، أف لي ناقص 1 تساوي صفر، نعوض ناقص 1 المكعب، الكل مكعب، زائد ب في ناقص 1 زائد س، س لقيناه ناقص 2، مباشرة نعوض تساوي صفر. إذا ناقص 1 مكعب ناقص 1. لماذا ناقص 1؟ ناقص 1 في ناقص 1 زائد 1 في ناقص 1 ناقص 1، ثم ب في ناقص 1 ناقص واحد ناقص ب ناقص اثنين تساوي صفر. نحل هذه المعادلة، ناقص واحد ناقص اثنين ناقص ثلاثة. إذا ناقص ثلاثة ناقص ب تساوي صفر، منه ب ماذا تساوي؟ ناقص ثلاثة، وهو المطلوب إيجاده. إذا تولي لي عبارة f لي x تاعي ماذا تساوي؟ تساوي x مكعب ناقص ثلاثة x ناقص اثنين. إذن إذا هذه هي عبارة f لي x تاعي. نتابع، لاحظوا معايا وصلنا للجزء الثاني. وش يقول الجزء الثاني؟ في كل ما يلي نضع b يساوي ناقص 3 و c يساوي ناقص 2. إذن نلاحظ أن الأعداد منطبقة على الأعداد اللي لقيناها من قبل. يقول السؤال الأول أحسب f فتحة لي x، f فتحة لي x هي مشتقة الدالة f، وادرس إشارتها على R. إذن نبدأ على بركة الله. إذا بعدما لقينا عبارة f لي x اللي هي x مكعب ناقص 3 x ناقص 2، إذا درت نضع b يساوي ناقص 3 و c يساوي ناقص 2. إذا كيف أحسب f فتحة لي x وأدرس إشارتها؟ أولا قبل ما ندخل في حساب f فتحة لي x، لازم نقول أن الدالة f، لازم هذه الجملة باش تتعودوا عليها، الدالة f هي دالة معرفة وقابلة، إذا قابلة للاشتقاق على R. هذه الجملة لازم منها قبل حساب المشتقة. إذا لماذا؟ لأنها كثير حدود. أقول لأنها كثير حدود من الدرجة الثانية الثالثة عفوا الثالثة.
إذا أي كثير حدود مهما تكن درجته دائما فإنه معرف على R وقابل الاشتقاق على R. بعدما تحققنا أن الدالة قابلة للاشتقاق، نقول من أجل كل عدد حقيقي X ينتمي إلى R فإن، نبدأ في حساب المشتق. إذا F فتحة لـ X، نعرف اشتقاق الدالة، إذا راح يساوي لي 3، نشتق X أس 3، راح 3 الأس نديرو في البسط هنايا، 3 إكس ونقص درجة، 3 ناقص 1 2 ناقص 3، ثم مشتقة 3 إكس هو 3، مشتقة ناقص 2 هو 0. إذا أكتفي من هذا القدر. الآن يقول أدرس إشارة فتحة لإكس، إذا ندرس، إذا نكتب ندرس بعدما لقينا الإشارة الفتحة لإكس، ندرس إشارة فتحة لإكس. واش نلقاها؟ لاحظوا معايا، راح أول شيء لدراسة إشارة فتحة لإكس راح نشوف متى تنعدم. إذا نحل المعادلة، فتحة لإكس تساوي صفر، هذا يكافي، ماذا يكافي؟ يكافي نعوض 3x مربع ناقص 3 يساوي صفر. إذا نح 3 كعامل مشترك، لاحظوا معايا نولي للسطر، 3 في x مربع ناقص 1 تساوي صفر، ثم أطبق الجداء الشهير رقم 3، راح يولي لي 3 هذا مور أب أ مربع ناقص ب مربع، إذا تولي لي x ناقص 1 في x زائد 1 هو اللي يساوي صفر. إذا هنا الجداء المعدوم واش يمدلي؟ يكافئ أن 3 لا يساوي صفر، إذا x ناقص 1 هو اللي يساوي صفر، أو x زائد 1 هو اللي يساوي الصفر. وبالتالي أتحصل على الحلول التالية: x يساوي 1 أو x يساوي ناقص 1. إذن المشتقة تاعي تنعدم عند 1 وناقص 1. الآن لم أكمل من دراسة إشارة، لازم ندير الجدول، أين تكون موجبة، أين تكون سالبة. إذن أستعين بالجدول. إذن لاحظوا معي، راح نشوف متى تكون المشتقة تاعي موجبة، يعني ذلك أن 3 في x ناقص 1 في x زائد 1 أكبر من الصفر. إحنا درسنا كيفية دراسة إشارة كثير حدود من درجة ثانية. إذا قلنا أن لدراسة، الآن لاحظوا معايا، أراني في دراسة 3 في x ناقص 1 في x زائد 1. إذا أولا راح نشوف أين ينعدم، إذا ندرس على ناقص ما نهاية زائد ما نهاية. إذا هذا الجداء ينعدم عند، نبدأ بالقيمة الصغيرة اللي هي ناقص 1، حذاري الترتيب جد جد مهم، ما نديرش هنا 1 ثم ناقص 1، حذاري ناقص 1 نبدأ بالعدد الصغير ثم العدد الكبير. ناقص 1 1، إذا كثير حدود تاعي من الدرجة الثانية اللي هو 3x مربع ناقص 3 ينعدم عند ناقص 1 و 1. واش قلنا؟ ما هي إشارته؟ إشارته حسب أ، أ تاعي هنايا هو 3 موجب، إذا حسب إشارته خارج مجال الجذرين. أين هو خارج مجال الجذرين؟ الجذرين هما ناقص 1 و 1، الخارج يكون هنا وهنا، هذا هو خارج مجال الجذرين. حسب إشارة أ، أ هو موجب، موجب عكس إشارة أ اللي هو ناقص عند ناقص 1 1. إذا هذه هي إشارة فتحة لإكس. أتمنى فقط أنني وفقت في الشرح المبسط لهذا السؤال. الآن بعد الاستعانة بالجدول، كيف أجيب على هذا السؤال؟ نقول لما إكس ينتمي إلى ناقص ما النهاية ناقص 1، وش نقول؟ نقول أن فتحة لإكس أكبر تماما من الصفر. ولما إكس ممكن ندير اتحاد تاعهم، لما إكس أيضا ينتمي إلى 1 ندير مجال مفتوح. لماذا؟ لأنني راح نعزل الحالة وين يكون فتحة لإكس يساوي صفر. نقول أيضا فتحة لإكس أكبر تماما من الصفر، ولما ممكن ندير اتحاد بيناتهم. ثم لما، هنا الحالة الثالثة، نقول إكس ينتمي إلى المجال المفتوح ناقص 1 1، كيف تكون فتحة لإكس؟ تكون فتحة لإكس أصغر تماما من الصفر، و فتحة لإكس تساوي الصفر عند القيمتين إكس 1 تساوي ناقص 1 و إكس 2 تساوي الواحد، ناقص 1 و 1.
أتمنى فقط أن يكون واضح للثاني من الجزء الثاني. يقول اكتب معادلة المماس للمنحنى سي اف عند النقطة ذات الفاصلة اكس صفر يساوي صفر. حنا نعرف أن معادلة المماس بشكل عام هو إيكغراك يساوي اف فتحة لصفر في اكس ناقص صفر زائد اف لصفر. الآن نبسط، اكس ناقص صفر هو اكس، إذا إيكغراك تساوي اف فتحة لصفر. نحسب اف فتحة لصفر، حنا عندنا اف فتحة لإكس حسبناها من قبل كي اشتقينا، لقيناها 3 اكس مربع ناقص 3. إذا اف فتحة لصفر نعوض اكس بصفر، هذا الحد يروح، 3 في صفر ناقص 3 يبقى ناقص 3. إذا نعوض ناقص 3 في اكس، لأن اكس ناقص صفر صفر، اكس ناقص صفر اكس، ثم زائد اف لصفر. اف لصفر كم يساوي؟ لو نعوض هنا اف لصفر يساوي صفر ناقص 3 في صفر صفر ناقص 2، إذا ناقص 2. إذا هذه هي معادلة المماس عند معادلة المماس عند الصفر. إذا هذه هي معادلة المماس، أتمنى فقط أن يكون واضح للجميع. أكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، إن شاء الله في الفيديو القادم راح أتابع لكم حل المسألة. أقول لكم بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى الملتقى إن شاء الله.